تقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بقصر البركة العامر صباح اليوم أوراق اعتماد عدد من أصحاب المعالي والسعادة سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى سلطنة عمان. فقد تقبل جلالته أوراق اعتماد معالي السفير محمد خير جمع الظاهري سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة معتمدا لدى سلطنة عمان. كما تقبل جلالته عزه الله أوراق اعتماد سعادة السفير الدكتور محمد حكيم أوغلو سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا معتمدا لدى سلطنة عمان. وتقبل جلالته أبقاه الله أوراق اعتماد سعادة السفير بيير لويجي ديليا سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية معتمدا لدى سلطنة عمان. وخلال لقاءات الجانبية مع جلالة السلطان المعظم نقل أصحاب المعالي والسعادة السفراء تحيات وتمنيات قادة دولهم لجلالة سلطان البلاد المفدى بمنفور الصحة والسعادة ومديد العمر وللشعب العماني بدوام التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته، معربين عن عظيم تشرفهم وبالغ سعادتهم لتقديم أوراق اعتمادهم لدى المقام السامي لجلالته، مؤكدين على بذل قصارى جهدهم للرقي بعلاقات بلدانهم مع سلطنة عمان في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعب العماني وشعوب دولهم.
وقد رحب جلالة السلطان المعظم بأصحاب المعالي والسعادة السفراء شاكراً قادة دولهم على تحياتهم وتمنياتهم الطيبة، مؤكداً لهم على أنهم سيلقون كل الدعم من قبل جلالته والحكومة والشعب العماني بما يسهل أدائهم لمهام عملهم. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني ومعالي السيد وزير الخارجية واللواء ركن قائد الحرس السلطاني العماني وسعادة رئيس المراسم السلطانية والمرافقون العسكريون لجلالة السلطان.